يا شباب جوزوا الحشا وجد سي فريد جوز منا وسي حسن من هنا. مش هذا البروتوكول هذا اليوم؟ معليش حبيت نقعد في الوسط، قلت سي فريد من هنا وانت منا. معليش وعلاش هو يقعد اليوم في بلاصه ولا كي غابت في الله حضرتيني يا مرت عمي؟ تفضل. معليش اليوم هو وغدوة انت. حوت وبطاطا مقلية عشاء تاع الملوك يا شيخ. شكون طيبت اليوم؟ حميدة هي اللي قضت وهي اللي طيبت. بطاطا مقلية كيما اللي تحب. ياك تعرفيني نكره الحوت ولا تشري فيه. حميدة التليفون روح نجاوب. زكات عليك يا حميدة. يحب الحوت يلعبها برك. قص اش قلتي؟ معليش سي حسن سي حسن كل شويه بطاطا دوك تحط شويه شويه عند علي. لا لا انا نروح. لا فطور كي طيب للشي اللي ما نحبوش بحياه راس الطباخ. انا يا خويا حسن نحب الحوت. نحب الحوت يا خويا. هاك خويا كل حق. اسمع هذا دخل ديالي على خاطر لالا الشاطره راجلها اللي ما يحبش الحوت. هاك تشوف واش طيب له الفريشك وحنا لا بيها كل حوته درتيها في طبسي في طابله وحده. صار حنا طبعنا الكونجري وهو السي خونا تعطي له الفريشك صح كي ترجع في الله نفروها. شتي يا منى عطيتك المسؤوليه نتاع نهار واحد تقضي فيه. شوفي وين وصلتينا. بصح مانيش شافيه كي كنا في السفر كان ياكل الحوت. اسمعي من اليوم راجلك قبل ما يروح لخدمته شاوريه واش يحب ياكل وطيبي واش يحب فهمتي وتقضي واش يحب. خلاص وقفتيها لي ما ناكلش كلي وحدك ولا رفدي طبلة. إيه يا مرحوم كنت تبني وتكبر وتقول يا مريم باش يتاسع مكتب شكري وولاده واليوم لو كان غير رتيبة راهي تخدم معاه ولا لا عملت مليح هكذا بلاك ربي يبعث له وحده ويوالفها ويولي ما يقدرش يصبر عليها والباقي سهل. يا ماما عشري كملوا لعباتكم ما تجي نشوفكم يا خي يعطيكم الصحه شوفوا الغريب هكذا ناخذوا العجينه يلا شوفوا شكون اللي يغلب الاخر شكون اللي يكمل قبل الاخر ها؟ نعملوا جسم الانسان؟ نعم. حميدة وجد الفطور جيبي الدراري. خلاص وجد الفطور. يلا يا اطفال نكوروا العجينة ونحطوها هنا ونروحوا مع تاتا ناصرة نغسلوا يدينا ونروحوا الفطور ياك؟ بلا يلا يا اطفال انتوما تاني تخملوا اللعب بتاعكم باش نروحوا مع تاتا ناصرة نروحوا نفطروا يلا. يلا محفوظ حنوني خمل اللعب بتاعك وروح عطا ناصرة يتسنى فيك. يلا حنوني صح. يلا مريم حنونة خملي اللعب تاعك وروحي عند ناصرة. صح مالا هكذا تفهمنا. يلا عند ناصرة تغسلوا يديكم باش تفطروا وانتم تلك اطفال. يلا 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 ماما صح وبلا قراية كراسة صح ماما صح 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 ماما هكذا هاي باي باي حنيدة انا قلت لك
الدراري عاد راني يفطروا ما قدرتش نفطاني سيما. الله يثبت الحسن ان شاء الله. اما انا ما نقدرش نفطر بعد تبهديله اللي درتها البارح. سكتي برك. يا سلمى دبري عليا واش نعمل. واش من وجه نقابل به فريد؟ فهمه وطلبي تسمح منه بصح وفلا. عملت لها 2 مرات تليفون بصح هذيك ستوده تاع كريمه هي اللي تجاوب. سمعي وقيلا ماهيش حابه تهضر معايا. عندها الحق. وانتي شحال وانتي في دار باباها واليوم واش نعمل؟ قلت لي ما تقضي ونخلف لهم حشات على الملوك. بوع المهبوله صرفي دراهمك صرفي في عود ما تروحي تشيب بيت وكوزينه كيما عملت نبيله. اسمعي بعد عامين بعتهم وشريت 2 بيوت وحلفت العام الجاي تبدلهم ب3. على بالك علاه؟ على خاطر راهي حامل. ايه مبروك عليها العقوبه عليك حقا. نمت كيما خير ان شاء الله. نمت كشيتي 2 خيوط جوهر. يماك من ما يخرج. صح يخرج. شفيتي نمت كشيتي صبات تزوجتي. صح قولي لي فسرته لك. فسرته لي قالت لي وقيلة 2 ولاد. مفهوم مع ربي. نقولك حاجه يماك نشي لها كادو. مازال كي وصايتي من غدوه نبدا نخبي. اسمعي انا نخمم بعد الخدمه ندوز للسوق نشري خدمه الفريد. تجي معايا؟ لا لا ما نجيش معك. وزاد بزياده شري ليك ماشي لراجلك. ما تدخليش روحك سلمى. وكان عندي حسني بدل 3 خطرات في النهار اللي في يدو كل يوم عيدو. راكي قلتيها في الشيه ويجينها وين تندمي. مش دخلها اللي عندها كيما حسن تفشو وتزيد. اسمع يا حسن اسمع 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 اسمح لي. خلاص يا سيدي خلاص. انا المغفل. انا اللي نجري انا اللي نخدم انا اللي نكسر راسي باش المكتب يقعد يدخل الملايين وانت تروح تقول سفيريه باللي انا من... غلط يا سيدي غلط. ما زيدش نقولوا باللي انت ماشي شريكي. غلط. لا لا قولها للناس كل خير باللي انا نخدم عندك وباطل. وزيد الكلام هذا راهي قالته فلا الحميده. روح للدار نتفاهمها. 100 خطره نقولها ما تدخليش روحك في خدمتي. شحال من خطره شفت خدمتك شغلك مكتبك وانا وانت. انا نروح نخدم عند سي الاخضر. تروح عند عدونا وعدو سفيريه. فريد في التجاره ما كان لا حبيبي لا عدويا. روح وين حبيت. خلاص يا سيدي خلاص. اسمع ما تنساش باللي سفيريه قال بوتشو باللي عنده ملف عليك. عاود كاش ما عملت. هذاك سفيريه شرك فمه بزاف وكاش نهار يخلصها غاليه. كاش ما عنده عليك. انا اللي عندي ملفك حلاليه. اصبر ما تقلقش ما تتقلقش. سير الخضر هذا ما عرفش عليك تكون شريكو. علاه حاب تروح تخدم معايا عنده؟ انا يا لطيف نروح عند واحد كيما هذا. شفت ما قلتلكش عمرك سفيريه. الكلام شوف الكلام اللي سمعته عند بوتشو يكفيني. اسمع يا حسن في عوض اللي طرى عند هذا سي الخضر علاش ما تقعدش معايا؟ ها فريد نحبك ونعزك بزاف باش ما نخسركش خير لي كي نروح. شكون قال لك باللي انا ما كنتش عارض عليك باش تكون شريكي؟ تتمسخر بيا تاع الصح. فريد باش نكون شريكك لازم يكونوا عندي الدراهم. الدراهم الدراهم هذا ما تعرف. شوف انا عندي المكتب وانت الخشخاش. والدراهم؟ الدراهم الدراهم بالخدمه يجو الدراهم. يقولوا باللي التجاره راهي كيما الفلاحه ازرع تحصد. والبنكه ما تسلفناش. يا فريد انت الخزينه كامل قدامك بلا انتيريس وتروح للبنكه. خزينه سفيريه. ايه بصح كاين مشكل. وشنو؟ باش يسلف لنا الدراهم لازم نكون انا المسير تاع الشركه. وعلاش؟
هكذا نروح له براسي مرفوع وكي نقول له سلف لي سلف لي. فهمتني؟ التم نجبد الملف ونحرقه قدامه. تحرقه؟ نحرقه وين؟ بشرط نأسس الشركة باسمي والتم تعرف كل شيء. حميدة حميدة صباح الخير. يمسك بالخير. وين كنتي؟ في المرشي؟ اه كنت في السوق. شنو شريتي؟ شوفي شنت عليك. شب شبع شبع. وشوفي الاخرى. بصح حميدة كنتي تهضري على اختك، حبيتي توصلي ليها. هاتي مسكين ما عنده حتى حاجة. وعلاش ما شراش حوايج قبل من العرس؟ حبيب قلبي الدراهم وكل اللي طمهم أعطاهم لي. لو كان ما سيفتش عليه يتزوج بكوسين القديم. ايه مسكين قالت لي لم يمرض خويا وانا كذبتها. انت شتي كاش عريس ما يشريش كوستيم قبل من عرسو؟ صوره يا حليلي اللي ما عندوش ما تخمم عليه. فهمتي؟ هيا يلا تبعيني ولا نسبقك؟ ما نستناكش. ايه كاك تخمي عليه انت كاع مليح. يما 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 شكري وليدي اديتني عيني وكنت نحلم. خلعتيني والكذبه ما قالت لي والو. لا لا وليدي انا اللي قلت لها، حبيت ندير لك مفاجاه. تلاقيت مع عزيز سليمان. كش ما قال لك؟ قال لي هادي يومين ماكش بت عنده في الدار. واش كاينه وليدي؟ واش دخلو؟ راني عند صاحبي كريم. لا لا وليدي صاحبك كي كنت عازب، اما اليوم يما راني كبير ونعرف واش يخرج عليا. خلاص يا وليدي ما تزعفش ما تقلقش اقعد اقعد. شكري حبيت نروح نقعد يامات عند اختك، قلت بالك تجوز تعشى عندي العشيه وتبات عندي ونتكلموا. يما خلاص عجوز تتعشى وما نتكلموش. تعرف ديك جارتنا لفيفي رحت للعرس البارح كي ولات الصباح صابت دارها ما بقى فيها والو. باش نعسلك الدار كيما قالت راتيبة. راتيبة راتيبة ما تقدرش تنساها شوية كي يكون معاك. وزيد قشي ليك ولاختك الا ما عش عليكم خلوا البراني والشاطر يديه. يما 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 اسمع انا العشاء نطيبه واني نستناك. يا ربي يا شنو رحينا يا بلون. ويما مسكين ما حبش تفهم بلي انا اختي كبرنا ولازم نتصرفوا واحد. تعطلت يا اخويا حسن بزاف. اسمح لي يا معلمي. اسمح لي يا معلمي. وشنو هذا يا حبيبي؟ ها انت تضحك عليا. اسمع في عذراني مع المشتري جايبني نشري على ما كان والو. هالشي كامل ما كان والو. سفيريه اخر مره نقولها لك، لا انا لا فريد نعرفوا السارق. فهمت حسن؟ خلي فريد وين راح. درك خيا يا نروحوا للشرطه يا نغلقوا الملف هذا. خلاص صح الملف
نغلقوه. بصح يا حسن، الحساب بينك وبيني الى الابد. مش ما كاين حساب، نتحاسبوا درك. خساره، رانا معروضين البوكير. بوكير؟ وين؟ كي نوصلوا تعرف. يلا. حسن، تجي ولا راك خايف تخسر؟ نقول لك صح صح خالتي مهدية، راني خايفة. ايه قال لك السبب عبدي وانا نعينك. روحي روحي للخدمة، راحي لك الحال، وانا نشري اللوبان وفي الليل نعمل لك الديرة. راسي راهي يقول لي ندخل للدار خير وخدمتك. ها صحتي قبل خدمتي. ها بصح دوكا الخدمة عزيزة، واللي توخر عليها يندم. تهدري كيما يما. ما قلتلكش حسن الليل كامل ما تليفونا ما دخل. حميدة رايحة تهبل وحبت تبطل الخدمة باش تروح تحوس عليه. يما زقت عليها رحت للخدمة. فلا حبيت نقول لك حاجة. خير وشنو؟ بصح ما تقولي لي ليماك ولا الحميدة. لا لا قولي. أنا نحب فريد خير من حسن. الله يسلمك. حسن يخوفني. كنت سمعك حميدة وصورة قليل الدافع عليه. صح يعني تحبوك يا خوها. هيا يلا يلا شربي قهوتك وراح لك الحال الخدمة. صح راح الحال. ما هاد الشتا والغمة ولا غرق جتي خاتي مهدية. واش كاش خبر؟ والو، لا في الخدمة ولا في الدار. صح ما فهمتكش، متزوجة مع واحد مجهول ما تعرفي حتى حاجة عليه. سلمى ما تهبلينيش، على بالك باللي حميدة انها كي اختك، ما نحب لك غير الخير. امين ما تبعتش من تم. تعرفي ونعرف واش قال حسن نهار الخطبه، جاب غير راجل ومراه وقالوا زعما ولاد عمو، ونهار العرس ما جا حتى واحد، جا غير هو. خسر عليك، جو نسحبابو. محفوظ ما تلعبش بالتراب. صح ماما وحقا، من تزوجتي داك تشوفي عائلته. تكلمت مع اختو بتعمو. ايه حقا، ما عنده لا تصويره لا عنوان تاع دارهم، واليوم غاب ولو كان ما يجيش كيفاش تعملي؟ قولك حاجه، ضح لولادي خير. يا وجع الخير، كاش خبر؟ هبلتني يا اخويا، سيت في جنة وانت هولت عليه البلاد. ايه ليل كامل هو يلعب البوكر في وسط صحابه. ايه الحمد لله يا سيدي، هكذا نبشر حميدة. ايه لا يا اخويا، انت واش دخلك؟ في واش دخلني هكذايا؟ نقولها بلي بوتشو تلاقى بيه وراه لاباس الحمد لله. بوتشو؟ ايه بوتشو ما شاف ما راى، ما تذكرش اسمي، من الغدوة يجيبوه في الشبكة. انا ما يوصلوا ليا ما نوري لهم المحل. على خير. انا اخبر في الله ودبر راسها. الحمد لله يا ربي، تقلقنا عليك يا وليدي. صباح الخير. صباح الخير. خليتنا محيرين، وما حميده قريبها بلد. علاه واش بها؟
كي تغيب ساعه على ساعه هكذا يا وليدي كلها ما تخليهاش محيره. أني خبرتها هي برك اللي نسات. ياه معلوم خبرتها سبحان الله. يا الحاجه يا الحاجه حميده راسها راهم ولاد لاكراش هذا ما كان. اسمح لي على كل حال انا ما نحبش ندخل روحي بيناتكم بصح راك عارف يا وليدي الوقت ماشي مليح والواحد فينا كيغيب نخافوا عليه. ما تقلقيش روحك يا الحاجه. شوفي درك نعملها التليفون ولا لا نروح لها الخدمه نجيبها ونطلب منها السماح. يسعدكم يا وليدي وربي يرضى عليكم. بعثتولك اختي. يكثر خيرها على ما جبتهاش معك. مره اخرى ان شاء الله عندها مشاكل وانا الله يبارك عندها اخو كيما هذا يوقف معاها في وقت الجدايد واش زيد. بقي على خير. سلامة وليدي سلامة. يا حميدة يا بنتي الراجل عنده اخته وهي ولكن نسات ولا ما قالهاش. خليني منهم. الله الله ذاك الزين ذاك الزين يا عمري على عيشة يا سعدك. واش نقول لك الله الله تمخطر يا عيشة. الو فلا ليك قلت لك ما تزيدش تكلميني في الخدمة على بالك وراني في المكتب السيدة المديرة. على بالي حميدة بس حبيت نبشرك. ما هو لاباس؟ خيمة بولا يا خي راه لاباس عليه. نزيد نقول لك كان عند اختو حلفي يما هذا وين كلمتها قالت لي جاز للدار وراهو في الطريق جاي لعندك باش يديك ويطلب منك السماح. الحمد لله الحمد لله اللي راهو لاباس عليه. حميدة بالك تبسي معاها؟ ما نقول له والو. لا لا يعني ازقي عليه بصح خير بالعقل وماشي قدام حباباتك لا يستشفاو فيك. راكي غلطه ولا غتحيروا معايا ولو كان يفيقوا ما نقول له والو التم لي يضحكوا عليا. روحي روحي فايده في حسن. صح عندك الحق اما لا خليك نحن بشر سلمى. حميده وش بيك السر نتاعك راهو عند الناس الكل. لا لا سلمى كيما انتي تحبني هيا ما نخليك هيا بقى على خير. لا غير وحدك يا حميده بسلامه. حبولة ها هاي طلقتني غير ما عيطلهاش. سلمى 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 حسن ولا بس عليه. اسمعي غير تشوفي عطيه الدق ولا تفر غير فيك واحد الجايحه. لازم يخلص الخلعه اللي سببها لنا. على بالك تيفونيت الدانا ولا غير قلقتهم يما دات حلب البكا. علاه قالت المسكينه حميده ما جات حد زوج حتى شعرها شاب واليوم راحوا خلاها. خسر عليك سلمى انا نحكي لك سري وانت تبشري البلاد. صحه وانا نخمم عليك ودرك يحيى عليا حسن وصل وانا مازال ما سقمت روحي. مالا نخليك اسمعي ما تنساش واش قلت لك. هيا صباح الخير فريد. صباح الخير. قلت انا ناكل لقمه طليت عليها. اه بسم الله. بصحتك. اه بسم الله. راني نقول لك بصحتك يا سيدي. قول لي دخل حسن. مسخر. انا انت مسخر. ما بالك. وي. على حساب نسيبتنا قال بلي كان عند اختو. عند اختو يا. تعرفها. واش تحب نقدمها لك؟
نسيبتنا حبت تستكثر خيرها على الشال والكادوات اللي بعثت لها. كي نشوفها راني نقولها. امنتوه؟ نسامنو. لكن انا على بالي وين ومع من صحاب. وي؟ انت على بالك وانا على بالي بكم. قال لك بلي كنت انا معاه. ما تسمعش ولا وين؟ لما تسمعش شوف طبيب. حاضر. نبعثك الفاتورة من بعد. ودرك قول لي وين صار؟ هيا دير في يمزية. وعلاش ما كنتش معاه؟ أنا؟ إيه كنت مع هاك كلمو وهو يقول لك مع من كنت. وين شكون؟ بصح عندك هو وجماعته يلعبوا البوكر. خداع. راه معاه ومخبي عليا. شكون؟ أنا جبت لك القهوة. هذا وين تجي نتايا؟ كيف بطيت خير؟ مالا ما عملك كان؟ فريد الناس اللي كان معاه ماذا بيا ما تعرفوهمش خير. اش بيه يزغد وحده؟ زعف مع حسن. ياك ما قتلوش باللي صار ما كانش معاهم قال لي الحقيقة. ولكن جيب لك خبر ما تهمنيش. لا سمعت فكرت عندي شغل هاكون بصحتك ونطلع المكتبه. بلا سلام. يا اخي فريد يا اخي نعرفهم ما صحناش في دور معه. الو ربح اسمع جيب قرعه قزوز وروح يوم ددك هو اللي راهو معلم. بالها داري كويتشو صح ما كنتيش الفريد يجي يديك. لا لا مسكين مطمعو في باطل لو كان ما يسهلش ربي. لا لا قالت لك هاد المره ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يحن ان شاء الله. قولي لي سورة وعلاش مرت خوك النهار كامل وهي تدبر وتحبر وما تزيدش وانا واحد ما عنديش. عملي كيما دارت بنت خالي زينب يا حتى رحت الخارج. حتى انا رحت للخارج بصح كيف كيف ما على باليش اللي رحتي للخارج. انا خرتي عيشه قالت لي بلي رحتي حواسه كيما تقول يمناك حجة وفرجة وزيد على شي مالي تقول لكم هذيك الجيحه نتاع حميده اللي في القدره يجبدوا الغراف وسرنا الكل توصله لكم. سركم وكل توصله لنا عندها الحق حميده كي قالت لسانك يكوي. انا حبست خدمتي باش نجي نوصلك نوقف معاك وانتيا خلاص صوره ما تزعفيش. سمحي لي قولي لي سورة كيفاش نعمل لو كان حميدة ترفض قبلي. عملي كيما عملوا بنات خالي سمية تولد وزينب تقمط حتى دوكار وفرج عليهم ربي وراح قريب يعمروا علينا كازرنا. هيا نمشوا منا. لا لا انا نريح. كيفاه سورة لو كان تروحي تشوفي لنا تاكسي ماشي خير. تاكسي مالا قعدي هنا روح نضرب تليفون لخويا ويجي يدينا. صح قعدي هنا يا صح ما تطوليش. صح يا ربي يا ربي يفرج عليا انا وفريد ويفرحنا ان شاء الله يا ربي يا رب العالمين يا ربي وش عامل يا رب. الو الو فريد فلا دخلت قالت بلي تجوز بصح عملت التليفون في هذه الساعه. لا بصح كش ما تصحق نقولها
كي تدخل ولا تكلمني. ان شاء الله ما تقلقش دوك توصل. صح. كفانيش همي يزيدوا لي همهم. يا ربي يكون خبر خير يا ربي. اهو خبر الشر وخاف تقول لي. عندها الحق في النهار كامل حميدة في التليفون وكي تجي لا فاكتور يداوسو شكون يخلص. مرحبا مرحبا تفضلي. هدرا شكون؟ هي في ربي. ميما صباح الخير. صبحك بالخير. شكري خلعني قالي جوزي عند راتبة تحتاجك. خير ان شاء الله. ريح سمحي لي انا اللي مش بك. ما كاينش مليحه هاني تعبانه شويه خلينا معاكي. شكري قالك جوزي برك قال لي انت تفهميني. شكري دايما هو يعملها وانا نحسن على بالو بلي عندي مهمه وما نقدرش نوخرها. عرض واحد من الخارج ناوي يعمل معاه مشروع. كل شيء مبروك يا بنتي وفي النهايه انت اللي تستقبليه. على بالنا بلي تستقبليه خير مني. وشنو انتي لي زوجتو تسافري وانا يماه نستقبلو ضيافه. فهميني قولي لي وعلاش تزوج وعلاش دار الدار. سمحي لي وليدك هو اللي راسو في وتزيدي تعالي تقدمي. والله ما زدت دقيقه هنا. اسمي سمحي لي يسجيك ياك قلت لك بلي هذا المشتري مهم. شوفي كي مهم يديه للمطعم كي عادت خدمتك تسبق مستقبل رجلك. بصح انا اللي ضلمه واش داني نجي واش داني نجي لعندك. على بالي بلي تزعل وغير تشوف وليدها حاصل وحده تجي تجري باش تعاونو. ايه يا سيدي قولي واش عملت. واش عملتي مره اخرى؟ انا نقول لك واش لازم ديري كي نغيب. نغيب ياه نغيب انا حر واحد ما يسالني. ما سالكش على الاقل قول لي ما تخلينيش محيره. طيري ولا طيري ولا حسن. في الاول رقدت بعدها جات يما رمت عليا الخطا فطنت من هذيك دقيقه. لا انا لا هي ما شفنا النوم. تليفوني للسبيطارات لابوليس. لابوليس لابوليس هبلتي. ماشي هنا صوره صوره تعرف واحد يخدم لابوليس تليفونات له. بعدها بساعتين كلمنا قالنا بلي ما كان حتى حسن ما صار له حدث. وانت راكي فرحانه 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 راكي فرحانه مليحه. كيفاش راجل عزيز يغيب وما تحيرش؟ راجلك العزيز راجلك العزيز اللي بعثتي للسبيطار هو اللي بعثك ليه قبل. يا حليم يما قلت لك شحال من خطره كيكون انا وياك دير فيا واش حبيت. بصح قدام يما ما تبعتنيش. انت اللي بهدرتيني سمعتي البلاد كامله بلي راني غايب. خلاص شوف دوك انا كلم الراجل ونقول له باللي قلت لي تروح تبات عند اختك وانا اللي نسيت. بصح كاين مشكل. واش المشكل؟ لو كان يقول لي وين تسكن اختو. تسكن وين؟ اعطي لي النيميرو تاعو نعيط له. لا لا انت مقلق تتخشن معاه يديرك في الحبس وانا نهبل. نقول لك حاجه نروح نجيب الكارني تاعي واش تقول لي مجرد فيه هكذا باش الى نسيت نوريه لك. ها ياك حسن جيب لي كاشي راسي راه يغلي جبيلي كاشي. يا اخي المصيبه اللي طاحت عليا يا اخي.